بس برضو يعني حتى رغم الخطأين دول، حتى بعد ما البالميراس تقدم عليها 2-0 كان ممكن توصل وترجع تعمل ريمونتادا كويسه. ايوه وحضنت مفيش مشكله، وحطيت بالميراس. بس انا كنت حاسس برضو ان يعني ايه، مش عايز اقول النتائج بتاعت الكاس العالم اللي قبلها واللي قبلها، ان احنا كسبنا بالميراس قبل كده وكنا خسرنا من مونتيري، فقلنا الموضوع ممكن يبقى سهل. يعني مش عايز اوصلها دي، لان اللعيبه كانت بتلعب هنا ما كانش نفس اللعيبه كانت بتلعب في المباراه بتاعت اول امبارح او الفتره دي اللي فاتت دي. عايز اوصل ان الروح اللي بتتكلم عليها دي ظهرت بشكل قوي جدا في ماتش الهلال. انا بقول لك اول 5 دقائق او 7 دقائق ضيعنا كوره والثانيه لا واضحين. وبعدين في حاجه يعني ديانجا يا جماعه لعيب جامد قوي جدا جدا. بص يا احمد، ما شاء الله انا قلت السوليه وديانج وفتحي صداده، شبكه صداديه غير عاديه. خلي بالك عندهم كوره، يعني فتحي من النوع اللي بي 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 يعني بيضغط كويس قوي وبيلعب بدماغه كويس جدا، وعنده التوقيت والربط كويس جدا جدا جدا. التوقيت بتاعه مع زمن الكوره كويس قوي. السوليه بيشوط كويس، ديانج بيشوط وبيرجع وبيغطي. ده في كوره ضاغط عليها جوه ال 18 بعد القطع ديانج اول 7 دقائق. عشان كده انا قلت لك الاهلي، انا في قررت نفسي الاهلي هيكسب. ديانج ده انا بعتبره جامد جدا، مهم جدا للنادي الاهلي. اتمنى انه يفضل على المستوى دوت في وجود حمدي والسوليه. وقبل مراحل تجديده لازم يتكلموا معاه ولازم يشوف حته كويس جدا، لان ديانج ده حاجه كويسه قوي 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 قوي، حاجه تديك اريحيه. لا معجبين بيه كمان في تشيلسي قوي، يعني الضغط جامد. يعني امبارح في لقطه التتويج على المنصه، يعني نجولو كانتي طبعا نجم تشيلسي ونجم فرنسا، واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم ان لم يكن افضلهم، يعني موضوع نسبي يعني، بس انا بشوف واحد من افضل. يعني لو قلت انه نجولو كانتي لازم تقول واحد من افضل لعيبه خط النص في العالم. راح وسلم على دي اللقطه طبعا اللي حضراتكم شايفينها، وسلم على زانج وخدوا صوره كده مع بعض، فاهم هما الاثنين شبه بعض كمان في اللعبه قوي. بس تحس ان ديانج اطول شويه، ديانج اطول فايتر شويه. وفي نفس الوقت ديانج فاهم يعني ايه، فاهم ديانج عنده حته التوقع عاليه قوي، مش اي حد يتكلم في الحته ديت. ديانج بيتوقع كوره كويس جدا. وعلى فكره في حته برضو ديانج بيعملها، ديانج معظم الوقت بيبقى قدام الكوره. خلي بالك يا احمد، دي مش اي حد. الديفندر الشاطر كويس انه دايما الكره ما بتسبقوش. وعنده حته كمان كابتن ضيا بتهيألي انه محتاج شغل عليها، يعني عنده قدره دايما على الاختراق، يعني دايما بيعمل بيطلع بالكره بيبني بوكس تو بوكس زي ما بيقولوا. الحته دي ازودها له انا اقصد اقول ان امكانياته تسمح عالية. بده لا 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 لا, لا. لو زادت عنده دي واشتغلت عليها كمان أنا يفرق كتير جدا. انا ليه بقول لك كده يا احمد؟ ديانج مش في كوره واحده ولا في اثنين او في موقف او في موقفين بقول لك ان ديانج بيضغط كويس ولا لا اطلاقا. ديانج عملها في كذا مباراه، فبقت سمه فيه، بقت حاجه ميزه فيه انه بيضغط كويس جدا. بقول لك ويضغط هنا ويخلص هنا ويرجع يقفل في الحته الكويسه دي مش اي حد ليها. اولا لازم اجهز بدنيا ذهنيا فنيا. حته بقى اللي بتتكلم عليها ان هو بيضغط وممكن يلعب كراجل بيكمل ورا الهجمه، انه رجله مش وحشه جداً، بس محتاج بالعكس. الحيز اللي بيبقى موجود فيه اللي هي الكيرف بتاع 18، يعني المكان ده يبدا يشوط لياقته وسرعته جاهزيته كاملة، جاهزية كاملة لياقته سرعته ومهارته وقدرته على التسديد. الأربع عوامل دول لو اشتغلت عليهم وطورتهم انت هيبقى عندك لعيب خط نص. عنده كام سنة؟ حاجة و20 23 24 سنة. لعيب كان كمان سنة ولا اتنين اشتغل على حتة التدعيم الفني ليه في حتة واحدة بس. حتة واحدة فقط لا غير. بتتكلم على لعيب عنده 24 سنة. ورا الهجمة ابدأ احط رجلي ازاي؟ يحط رجله في الكورة ازاي؟ الحته اللي عندي ال 18 عارف السته؟ يعني السته كده، خد السته كده خطين طوال كده وابدا اتحرك من هنا وابدا اشوط، اتحرك وابدا اشوط.